عندي مفاجأة لك. شو رأيك؟ بتجنن، من وين جبتها؟ بصراحة جبتها من فترة، بس ما كنت عم لاقي الفرصة لفرجيك إياها. ووقتها كنت عم بتمشى مع عمي كمان، كان عم بيجيب أغراض لمسار. وأنت غرت واشتريت؟ كنت شايفة منها عالنت وكنت مفكرة اشتريها، لأنه قريت إنه بتفيد وبتريح بحمل الولد. بس لحظة، هاي كيف بيحطوها؟ هيك يمكن؟ لا، هيك. خليني ساعدك. حط ايدك. ايه هيك. هيك يعني؟ او يمكن ايه. خلص خلص عرفت. هيك زبطت. مو هيك؟ هلا زبطت. امير، كيف يعني زبطت؟ هيك الولد بيوقع. وقف، في شي غلط. ايه هيك، بس لازم تربطها من هون بالدشت. وهلأ لازم نسكر هاي. فرجيني، بدنا نسكر هاي كمان. انا برأيي منجيب كرسي، اكيد اسهل بلاها لهي. بدنا 3 ساعات لنحطه فيها. لا لا، شكله مش الحال. فرجيني. هيك تمام. ايه والله زبطت. هيك بحمله وبضمه بنفس الوقت ومنروح نتمشى مع بعض. يلا معلش، بناخدك معنا كمان. أنا ما بتحمل شوفها وهي عم بتموت، ليش ما عم تفهموني؟ طلعت معك أنا الأناني، ما بس لعلمك أنت الأنانية مو أنا. بدك تجيبي الولد وما عم تفكري فيني ولا للحظة. ما فكرتي لثانية واحدة بالعذاب يلي رح يعيشه. هو رح يكبر بدونك، عادي رح يعيش حياته ورح قله إنه أمك. رح يجي يوم واضطر اقول له اني ما قدرت امنعها تنتحر. بدك تدمريني وتجيبي ولد وتخليه يعيش بدون ام؟ وكل هذا وبدك ياني اقبل؟ لا، هذا الجنان انا ما بقبل. يا ترى رح أقدر حطه بحضني؟ يا ترى ممكن يجي يوم وننام إحنا الثلاثة بهي الغرفة مع بعض؟ أنا كتير خايفة، خايفة ما أتحمل وأترك ابني بدون أب. وعم فكر بأمير وخايفة عليه كتير،
خايفة أمير من صدمته وزعله يكره ابننا وما يتقبله. خايفة إنه أمير ينهار ويبقى ابننا من دون لا أب ولا أم. خلصت شغلك؟ خلصت. أنا رح أعمل كاسة شاي أخضر، بدك أعمل لك معي؟ لا أنا بدي أتسطح شوي. ريحان، نحن أخدين قرارنا، بس فينا فينا نتراجع. هي مرتك ما؟ إذا حاولت تنتحر قدامك وشفتها عم بتموت شو بتعمل؟